عايز اعرف حضرتك عجبك معرض الكتاب السنه دي؟ معرض الكتاب كل سنه بيعجبني، انا دي مش اول مره اجي فيها المعرض. تمام. المعرض بالنسبه لي عرس ثقافي فخر لمصر وكل المصريين، شيء جميل جدا جدا. كل واحد هنا بيحصل على مبتغاه، سواء كان شراء الكتب او الحفلات الموسيقيه والفنيه او الندوات الشعريه او الندوات الثقافيه والحواريه وغيره، فهو شيء جميل جدا جدا. لكن انا عندي السنه دي استشكال كبيره جدا جدا مع معرض الكتاب، يعني معرض الكتاب كيف يقام؟ معرض الكتاب للكتاب فيك يا مصر، يعطي للمصريين ولكل العالم اللي بيجي هنا يتفرج او يشوف او يشتري، يطرح عليهم مجموعه من الرؤى والافكار والاطروحات الفكريه والثقافيه في ظل نظام دوله او حكومه بتقوم النهارده بسن قانون ما يسمى بازدراء الاديان، او اصدار قانون ازدراء الاديان، قانون لمصادره الحريات، لمصادره الراي، لتكميم الافواه، لمصادره الفكر. كيف يحاسب اليوم، كيف يحاسب كل من يفكر، كل من يعمل عقله؟ كيف يكون هناك قانون يحاسب كل الباحثين وكل المفكرين؟ كيف يحاكم اليوم كل مفكر وكل من يعمل عقله؟ النهارده مرحى لقانون الحزبة، او مرحى بمجلس الحزبة، مرحى بمحاكم التفتيش، مرحى بميراث الندم، ميراث الخسارة، مرحى بميراث الريح. يا فندم، النهارده لما يقبع في السجون اصحاب الراي واصحاب الرؤى والافكار، فاحنا فعلا في استشكاليه غريبه وعجيبه. اي عبث. كيف يقام في هذا العام كتاب معرض للكتاب بهذه الطريقه وبهذا المستوى الرائع، وكل الاطروحات الموجوده وكل الحوارات الموجوده وكل الكتب التي تقدم رؤى فكريه ورؤى ثقافيه، ويقبع خلف جدران السجون الباحثون والمفكرون واصحاب الراي؟ كيف يستقيم هذا مع ذاك؟ كيف يستقيم هذا مع ذلك؟ أي عبث. ولكن أنا عايزة أوجه كلمة لمن أصدر هذا القانون، وأوجه كلمة أيضا لكل مفكر ولكل باحث، بقول له لا تبتئس، فكل رجل يموت ولكن ليس كل رجل يحيا. فالرجال يموتون وكلنا وجميعنا إلى فناء، ولكن الفكرة هي التي تعيش، الفكرة هي التي تحيا، ولا ينقص في الأرض إلا ما ينفع الناس. ألف شكر لحضرتك، شكرا جزيلا.